عند الوالد فتحت التليفون ورويت التويت اللي كان طالع. شفت دمعة الفرح في عيونه. بالأمس أنا مدرسة أمك شو تسوي؟ قال ما أعرف، بس تحضر اجتماعات قدام الكمبيوتر. هلا أنا عارفة عن وظيفتها. أتذكر دايماً يوم أعلننا عن المهمة العلمية لمسبار الأمل. بعد الإعلان عن المسبار وعن المهمة وشكل المهمة، يا صاحب اسمه الشيخ محمد الراشد على المنصة قال كلمة لين اليوم أنا أتذكرها.